بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا ألتقيكم في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 25 محرم 1442، الموافق 13/9/2020، وإن شاء الله نلتقيكم في خطبة التفوق في القدرات في شهر واحد. أكد ليكم إنني عن تجربة وبحمد الله وتوفيقي اشتغلت مع بنتي لمدة 3 أسابيع فقط وليس شهر. اشتغلت مع هذه الخطة في ذو الحجة السابق الماضي وأحرزت 92% في القدرات. إذا كان تابعتنا وطبقت الخطة تطبيق سليم إن شاء الله تحرز أكثر من 90% في خلال شهر واحد. أول بنود الخطة عندنا تعريف ما هو اختبار القدرات، تلقى التعريف في الرابط في صندوق الوصف. أحضر الفيديو أعرف ما هو اختبار القدرات عشان تكون عندك تخيل ما هي أقسام القدرات اللفظي والكمي وما نوعية الأسئلة وكيف الاختبار وكيف الدرجات. أنت بتكون كده على علم وتهيئ مخك إلى أنه يستبعد كل شيء عن القدرات. إذن القدرات العامة، ما هي القدرات العامة، ما هو اختبار القدرات العامة، ما هي أقسام، موجودة في صندوق الوصف. خش على الفيديو أحضره، وكمان عملينا لايك وعملينا متابعة عشان تجيك المزيد من الفيديوهات والمزيد من البرامج التعليمية في هذه القناة. البند الثاني عندنا تدريب على كل نوع من أنواع الأسئلة وعلى كل قسم من أقسام اللفظي والكمي. إذا كان مشيت للتدريبات تلقى مثلا تدريب عن الكلمة الشاذة، اختيار الكلمة الشاذة، تدريب عن التناسب، تدريب عن الأسس، تدريب عن كل شيء، تدريب فيديو قصير، وبعده على طول البند الثالث اللي هو تدريب إلكتروني. إذا ما هو اختبار القدرات تعريف، نمبر 2 ما هو كأننا تدريب فيديو في كل درس، درس قصير جدا جدا، نعرف الأساسيات ونعرف التقنيات في حل الأسئلة. وعلى طول بعد الدرس عندنا إيش؟ عندنا تدريب إلكتروني مفصل حوالي 50 سؤال 40 سؤال، تلقاها موجودة، تدخل على الرابط تحلها، تحلها أكثر من مرة إلى درجة الإتقان. إذا كده عندنا 3 بند. البند الرابع عندنا اختبارات إلكترونية. عندنا 5 اختبارات إلكترونية رفعنا منها 2 كاملة للقدرات بشقيها اللفظي والكمي. اشتغل، خش على الرابط، اشتغل الاختبار مرة مرتين 3 مرات، حاول الاختبار أكثر من مرة إلى أن تشعر تماما أنك أتقنت الاختبار. طيب عندنا 4 أسس. ما هو اختبار القدرات؟ تدريب فيديو، تدريب إلكتروني في نهاية الفيديو، اختبارات إلكترونية شاملة لللفظي والكمي، اختبار قدرات. يعني إذا كان رجعت للتجميعات، رجعت للسنين السابقة، تلقى الاختبار الإلكتروني الشامل. عندنا اختبار تجريبي الأول والثاني، وإن شاء الله حنرفع الثالث والرابع والخامس. هيكون عندنا 5 اختبارات إلكترونية شاملة تجريبية في القدرات العامة. تابع الفيديوهات دي وخليك معانا، وإن شاء الله تتفوق في القدرات في خلال شهر واحد. بس تابع الخطة كاملة وخليك متابع القناة وخليك متابع الفيديوهات وخليك متابع التدريبات الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية. وما تنسونا من التعليقات ومن اللايك ومن السبسكرايب للقناة، وتابعنا وإن شاء الله الخطة هتكون في خلال شهر واحد. نبدأ من الآن، وقبل نهاية السفر إن شاء الله نكون خلصنا الخطة ونكون جاهزين لاختبار القدرات العامة، ونسجل وندخل على الاختبار ونتفوق بأكثر من 90%. جزاكم الله خير على المتابعة والمشاهدة، وكل عام وأنتم بخير، وأشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.